أهلا بكم مشاهدينا إلى موجز الأخبار من قناة الشروق. استقبل سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من المسؤولين بدولة الإمارات بقصر البحر بمدينة أبوظبي مساء أمس عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي والوفد المرافق له. وعقد الجانبان السوداني برئاسة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والإماراتي برئاسة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة جلسة مباحثات مشتركة تناولت مسيرة العلاقات الثنائية الراسخة والمتطورة بين الخرطوم وأبوظبي. بجانب أوجه التعاون المشترك في المجالات المختلفة والسبل الكفيلة بتطويره وترقيته بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين. كما تطرقت الجلسة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أكد السودان وغينيا بيساو حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية ورفع مستوى التعاون والتنسيق بينهما لخدمة مصالح شعبي البلدين. وعبر في البيان المشترك الذي أصدره أمس في ختام زيارة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو لجمهورية غينيا بيساو، عبر عن عزمهما القوي للتعاون والعمل سويا في المحافل الإقليمية والدولية والتنسيق في جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. استعرضت اللجنة الفنية لورشة تقييم تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان أمس بمدينة جوبا بروتوكول تنفيذ اتفاق سلام دارفور. وتناولت الورشة كافة بنود الاتفاق من حيث مستوى التنفيذ والتحديات والعقبات التي واجهت الاتفاق ومناقشة السبل الكفيلة بدفع الآليات المعنية للاستمرار في تنفيذ الاتفاق. أخيرا بدأت مسؤولة شؤون القرن الإفريقي وشرق إفريقيا بالخارجية الهولندية سانا ليونهارد زيارة أمس إلى الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور. وعقدت فور وصولها اجتماعا مع حكومة الولاية برئاسة الأمين العام لحكومة الولاية الوالي بالإنابة الحافظ بخيت محمد. وقال الوالي بالإنابة في تصريح صحفي عقب الاجتماع إنهم بحثوا مع المسؤولة الهولندية سير العمل في تنفيذ مشروعات سبل كسب العيش المتمثلة في تطوير حزام الصمغ الذي بدأت هولندا تنفيذه في 5 محليات بالولاية عبر منظمة الفاو. وأشار إلى أن الاجتماع تطرق كذلك بالنقاش لسير العمل في المحور الإنساني، حيث أبان أنهم أكدوا للوفد الزائر ضرورة دعم الجهود المبذولة من أجل إعادة اللاجئين والنازحين إلى قراهم الأصلية بعد توفير المعينات اللازمة حتى تكون تلك القرى جاذبة للعودة. انتهى موجز الأخبار. للمزيد تفضلوا بزيارة الشروق نت. في رعاية الله.